أبو بندر من مكة المكرمة معنا على الخط، تفضل أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. فضيلة الشيخ حفظك الله، أشهد الله أني أحبك فيه. حياكم الله. تفضل. فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن هناك في المكتبات مصاحف تحتوي على سور مثل الفاتحة والكهف وياسين والدخان والرحمن والواقعة والملك، يقال إنها من سور يوم الجمعة، هل ورد شيئا في ذلك حفظك الله؟ لا أعلم شيئا من ذلك إلا سورة الكهف، فإنه ورد في الأحاديث وإن كان فيها ضعف، ورد فضل قراءتها في يوم الجمعة، وأما غير ذلك فلا أعلم أنه يخصص بيوم الجمعة. نعم.